بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد واللي تعلقنا بالفرد الأول من الدورة الثانية مادة الاجتماعيات، إذن التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية. التمرين الأول التاريخ، أكمل ملء الجدول بما يناسب من المعلومات التالية. طبعا إدريس الأول، القبة المرابطية، فاس، عبد الله بن ياسين، مراكش، جامع القرويين. عندنا هنا الدولة، الدول المرابطية والإدريسية، مؤسسها طبعا نختار من هنا الجواب الصحيح، وعاصمتها ثم معلمتها التاريخية. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الثاني يقول أرتب المراحل التي يمر منها قيام دولة. إذا عندنا مرحلة الضعف، مرحلة التأسيس، ثم مرحلة الامتداد. سأضع لكم في علبة الوصف طبعا هذا على شكل PDF هذا الفرد. السؤال رقم 3، أصل بخط، عندنا مؤسس مدينة فاس، مؤسس مدينة مراكش، مؤسس جامع القرويين، ومؤسس جامع ابن يوسف. إذا هنا عندنا علي بن يوسف، وإدريس الثاني، يوسف بن تشافين، ثم فاطمة الفهرية. نعم، هذا بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للجغرافيا، نعم ننتقل إلى الجغرافيا. عندنا هنا واحد الخريطة، طبعا سأضع لكم في علبة الوصف حتى يبدو واضحا أكثر. هنا عندنا، نعم الرصيودي، عندنا هنايا طبعا الموانئ المغربية وأنشطتها، ثم عندنا هنايا طبعا الساحل الأطلنطي وهذا الساحل المتوسطي. هنا المفتاح مهم بزاف، توضح لنا أن هذه الدائرة ميناء، وهذه طبعا للتجارة، وهذه الصيد البحري، وهذه نقل المسافرين، ثم هنا للترفيه. نعم، هنا عندنا هذا الجدول هذا اللي غيتم الماء ديالو. هنا عندنا من خلال الخريطة جانبة أملأ الجدول التالي: الميناء ديال أكادير، وجه الساحل المتوسطي أم الساحل الأطلنطي، ما هي الأنشطة ديالو، ناظور كذلك، وأسافي، وطنجة، وحسيمة، وطنطان. نعم، إذا من خلال، نعم نتميم هنا. ننتقل طبعا إلى التمرين الموالي والذي يقول يتوفر المغرب على منتوجات زراعية أخرى حيوانية، أذكر بعضها حسب الجدول. إذا عندي هنا منتوجات زراعية، ثلاثة المنتوجات الزراعية، ثم منتوجات حيوانية عندي منها ثاني ثلاثة. نعم، التمرين الموالي والذي طبعا تقول لنا أصل بخط، عندنا مصطلح الوادي، السد، النار، هنا التعريفات ديالو. نقربوا هنا، اذا قلنا هنا عطونا هو التجمع الرئيسي للمياه الجارية على سطح منطقة معينة وله منبع ومصب. شكون واش الوادي ام السد ام النار؟ هو بناء هندسي يقام فوق واد بهدف حجز وتجميع المياه للتحكم فيها. هو منخفض عميق على سطح الارض يتكون من سفحين وقاع. هذا طبعا بالنسبة للتمرين. نمر إلى التمارين الموالية، نعم، اللي هي طبعا التربية المدنية. الآن ننتقل إلى التربية المدنية، بعدها سنجيب ونضع في علبة الوصف كل شيء، يعني على شكل PDF، نضعه على شكل PDF في هذا الفرد هذا. نعم، عندنا هنا أتمم الجدول التالي المعلومات الآتية: أجتنب الرفقة السيئة، أمارس الرياضة، أمراض السرطان، الاكتئاب، مشاكل صحية عديدة، أشغل نفسي بقراءة كتب. إذا هنا مخاطر وأضرار التدخين، هنا نختار مخاطر وأضرار التدخين، وهنا طرق الحماية والوقاية من خلال هذه العبارات. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني أضع علامة، غنحاول نقادو هذا، نعم هنا باش نقراو، غنقادو نصغرو شوية مزيان. إذا هنا أختار على الإنترنت المواقع التي تناسب عمري ومستوى الدراسي، واش أوافق أم لا. لا أقدم أي معلومة عن حياتي الشخصية، صورتي، عنواني، رقم هاتفي، أصدق كل معلومات في الإنترنت ولا أتأكد من صحتها، واش أوافق أم لا. لا أنتبه جيدا لما أكتبه عن زملائي أو في حسابي عن الفيسبوك. نعم، ثم لا أخدع بالكلام اللطيف وبهدايا وإغراءات من لا أعرفهم. في حالة وقع لي أي إغراء أو تهديد لا أخبر والدي أو مدرسي.
أحمي كلماتي السرية ولا أنشر صورا أو فيديوهات وأرفض مقابلات طبعا من لا أعرفه. أرفض، نعم الإجابة. الآن سنجيب، نعم أكمل ما أجدر ما يناسب من المعلومات التالية. إدريس الأول، إذن الدولة الإدريسية مؤسسها إدريس الأول، نعم إدريس الأول هنا عن قيده، نعم أعتذر إدريس الأول، نعم إدريس الأول، ثم هنا القبة المرابطية، فهي معلم دي المرابطين، القبة، نعم القبة المرابطية، أعتذر ما عنديش الفضاء في نكتب عليك دي كتابة دايرة ناقصة. فاس، فهي عاصمة المرابطين الأدارسة، فاس، نعم عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدولة المرابطية، نعم عبد الله بن ياسين، نعم. ثم مراكش عاصمة الدولة المرابطية، نعم. وأخيرا المعلمة التاريخية الأدارسة هي جامع القرويين، جامع القرويين. نمر إلى التمرين الثاني، أرتب طبعا مراحل التي مر منها قيام دولة. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، هذه هنا مرحلة التأسيس قيدوها هنا. ثم مرحلة الامتداد هي مرحلة ثانية، والضعف هي المرحلة الأخيرة قيدوا هنا. مرحلة التأسيس هي الأولى، مرحلة الامتداد هي الثانية، ومرحلة الضعف هي الثالثة. سؤال ثالث أصل بخط، مؤسس مدينة فاس طبعا هو، ثم مؤسس مدينة مراكش، ثم مؤسس جامع القرويين، ثم مؤسس جامع ابن يوسف. إذا مؤسس مدينة فاس هو إدريس الثاني، نعم. مؤسس مدينة مراكش، نعم هو طبعا يوسف بن تشافين. ومؤسس جامع القرويين هي فاطمة الفريل اللي بناته. مؤسس جامع ابن يوسف هو علي بن يوسف، نعم علي بن يوسف. هذا بالنسبة للتاريخ. نمر إلى الجغرافيا، نعم نقرب الصورة هنا بكل باش تكون واضحة لنا، أتمنى تكون واضحة. وراح نوضع لكم هذا الفرد هذا على شكل بي دي اف باش تطبعوه وتخدموه. نعم بالنسبة لأكادير، فأكادير طبعا جات هنا، إذا هي في الساحل الأطلنطي، نعم الساحل الأطلنطي. مشيو مثلا ناظور، ناظور هنايا طبعا في الساحل، في البحر الأبيض، الساحل المتوسطي. آسفي راه هنا، هي في الساحل طبعا الأطلنطي. طنجة في المتوسطي، طنطان طبعا تتكون في الساحل الأطلنطي، والحسيمة في طبعا الساحل التوسطي. بالنسبة للأهم مهم بزاف هو هذا المفتاح هذا باش نعرفوا طبعا الأنشطة اللي فيه، كاين التجارة، هذا الشرس من هذا الرمز هذا، الصيد البحري، نقل المسافرين، الترفيه. شوفوا مزيان طبعا في هذه الموانئ، ستجدون أن بالنسبة لأكادير عندها التجارة والصيد البحري والترفيه، وبالنسبة لناظور تجارة والصيد البحري ونقل المسافرين. آسفي تجارة الصيد البحري، طنجة تجارة نقل المسافرين والصيد البحري والترفيه بربعة، وطنطان تجارة والصيد البحري، وأخيرا الحسيمة الصيد البحري الترفيه ونقل المسافرين. الاعتماد على هذا الرمز هذا، هذه الرموز هذه، هذه المهمة، مفتاح الخريطة، مفتاح الخريطة. هنا قالوا لنا عند يتوفر المغرب على منتجات زراعية أخرى حيوانية، أذكر بعض منها. فطبعا الفلاحية ها هي قيدت هنا، فلاحية زراعية مثلا، ها الزراعية عندنا الخضار، الفواكه، الطماطم، شي الحبوب، هذه منتوجات زراعية، نعم أعتذر. ثم منتوجات حيوانية، عندنا الأبقار، الأغنام، المعيز، الإبل، وطبعا الخيول. بالنسبة للسؤال الموالي اللي هو ابتدي أصل بخط، فطبعا الوادي هو منخفض، هو هذا الوادي هو منخفض عميق على سطح الأرض يتكون من سفحين، والسد هو بناء هندسي طبعا يقام فوق واد بهدف حجر وجمع المياه، والنهر هو تجمع رئيسي للمياه جارية على سطح، عنده منبع ومصب، عنده منبع ومصب. نعم ننتقل إلى ننتقل إلى التربية المدنية، فاجتناب الرفقة السيئة فهذه حماية عن قيدها هنا،
أمارس الرياضة حماية عن قيدوها هنا، سجلوها هنا. أمراض السرطان فهذه مخاطر، الاكتئاب طبعا في المخاطر، مشاكل صحية عديدة في مخاطر، أسلوب نفسي بقراءة الكتب، فهذه طبعا طرق الحماية. إذا عندنا ثلاثة، اجتناب الرفقة وأمارس الرياضة وأشغل نفسي بقراءة الكتب، هذه طرق للحماية ولوقاية من التدخين. ومشاكل صحية وأمراض السرطان والاكتئاب فهذه أضرار. نعم هذه أضرار. الجواب كان طبعا سهل وواضح جليا، يبدو واضح. هنا أختار على الأنترنت المواقع التي تناسب عمري ومستواي الدراسي. نعم لا أقدم أي معلومة عن حياتي الشخصية. نعم أصدق كل معلومات في الأنترنت ولا أعتقد مساحتي. لا أصدق كل المعلومات، كاين الكذب. أنتبه جيدا لما أكتبه عن زملائي وفي حسابي على الفيسبوك. نعم هنا أنتبه، قلناها لا أنخدع بالكلام اللطيف بهدايا وإغراءات. لا نعم لا أنخدع، أوافق ما أنخدعش. في حالة وقع لي أي إغراء أو تهديد لا أخبر والدي. لا أوافق، أخبر والدي. أحمي كلماتي السرية ولا أنشر صورا أو فيديوهات، وأرفض مقابلة من لا أعرفه. نعم أوافق، أحمي. ترقبوا طبعا الإجابات، طبعا علاش كتب بي دي إف هذا الفرد هذا.